مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا واللي بيتهيألي انه كل الناس الحقيقه مستمتعه بمواجهات الشامبيونز ليج. امبارح كان عندنا ماتشين من العيار الثقيل، وقلت لحضراتكم وخيرتكم قبل الماتشات ما تبتدي في حلقه امبارح، هتتابع النجوم، هتتابع فرقتين ثمنهم اكثر من 2 مليار دولار ولا تروح للسيتي؟ المتعه والانسجام، وقد كان الحقيقه انا بين الاثنين طول الوقت، بقلب هنا شويه وهنا شويه، لكن الحقيقه المتعه كلها كانت في مباراه السيتي امام سبورتنج لشبونه. فوز عريض جدا في بطوله دوري الابطال خارج الملعب على فريق تقيل سبورتنج لشبونه. يظل الفرقه البرتغاليه دايما الحقيقه عندها فرق اقوياء زي بورتو، زي بنفيكا، زي سبورتنج لشبونه، لكنك تروح هناك وتلعب في البرتغال وتكسب خمسه، هو ده السيتي. الكوره ما بقتش بالاسماء وما بقتش بالارقام وما بقتش بالنجوم. اه طبعا النجوم ليهم تقولهم وليهم تاثيرهم، وبالتاكيد شفنا نجم بحجم كيليان امبابي امبارح بيخلص مباراه في الدقيقه 94 بمجهود فردي، رغم انه السكواد يعني بتاع بي اس جي في منتخب العالم، لكن فشل وعجز امام الريال اللي تقريبا ما راحش. الريال امبارح ما راحش لباريس، واعتقد انه ماتش سانتياغو برنابيو هيبقى في منتهى الصعوبه على الريال. لكن كره السيتي يا جماعه ممتعه، يعني مش ممكن، يعني فريق ما فيهوش نجم اوحد، يعني في كل فريق هتلاقي نجم من العيار الثقيل، وطول عمرنا اتعودنا كده. شفنا مارادونا مع الارجنتين، شفنا باجيو مع ايطاليا، شفنا رونالدينيو مع البارسا، شفنا زيدان مع اليوفي، مع الريال، في فريق في نجم بيبقى محور اداء الفريق وبيبقى هو كمان ملخص المتعه اللي موجود في الفريق ده. لكن الكره مع سيتي حاجه ثانيه خالص. هنا نتكلم على الكره اللي هي اللعبه الجماعيه. كلمني بقى على الانسجام، كلمني على التفاهم، كلمني على مدير فني قادر يوصل لك احساس ان اللعبه سهله جدا يا جماعه، بس عشان يوصل لك الاحساس ده في شغل كتير. وبصمه جوارديولا تحديدا، وانا من عشاقه يعني، واضحه دايما في اي فريق بيدربه، فضحت مع البارسا تيكي تاكا، البارسا في اروع صوره كان مع بيب جوارديولا، ومع البايرن ميونخ برضه مع جوارديولا، واخيرا مع السيتي مع جوارديولا. واتمنى الاحيان انه يستحق انه يتوج بلقب دوري الابطال، هو بالتاكيد السنه دي منافس قوي، لكن هو مش لوحده. النهارده عندنا مواجهه من العيار الثقيل، وبالتاكيد طبعا المصريين كلهم هيتابعوا النهارده ليفربول في مواجهه الانتر، مواجهه صعبه جدا جدا في دوري الابطال. وهيكون عندنا كمان مواجهه ثانيه بين بايرن ميونخ البافاري العملاق، وبرده الحقيقه واحد من افضل الفرق اللي بتلعب كوره في العالم ومرشح بقوه لللقب في مواجهه طبعا ريد بول سالزبورغ. على كل الاحوال هنتكلم النهارده يوم العالمي، ولازم نتكلم عن الاهلي عالمي، لانه الاهلي بقى عالمي خلاص بختم النسر زي ما بيقولوا. وهنتكلم طبعا على مواجهه يوم الجمعه ان شاء الله بعد بكره، اول محطاتنا في مشوار دوري الابطال امام الهلال. فرقه اطمن حضراتكم وصلت من دقائق للسودان، وهنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه اليومين اللي جاي. خليني ابدا الحلقه وادخل مع حضراتكم في الموضوعات، بس الاول نبدا بالاخبار والعناوين. 21 لاعب بقائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال، وسلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر للسودان. أبو عبلة يكشف موعد انتظام بيرسي تاو في تدريبات الأهلي، والشناوي يواصل التأهيل بعد الخروج من حسابات مباراة الهلال. صحف إسبانيا بعد فوز باريس قنبلة إمبابي. طيب نبدا مع حضراتكم التفاصيل، وزي ما قلت لكم النهارده الفرقه تمرينه خفيفه الصبح وبعد كده سفر للسودان، ويمكن من دقائق بسيطه وصلت بعثه النادي الاهلي برئاسه طبعا نائب رئيس النادي الاهلي العمري فاروق للسودان، واستقبلتها جماهير النادي الاهلي احسن استقبال. وهنحاول زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه وهنتابع مع حضراتكم. الحقيقه انت ما عندكش يعني مش هتقعد كتير، انت النهارده بكره تمرينه اساسيه وبعد كده ان شاء الله الماتش، وان شاء الله نكون موفقين على ملعب الهلال الجديد. يعني دايما شايلين هم ملاعب السودان والارضيه بتاعتها، اعتقد الملعب الجديد برضو يعني، وهنتكلم على ملعب الجوهره الزرقاء زي ما بيسموه بعد تجديده، وهتشوفوا حضراتكم النهارده صوره، ونتمنى ان شاء الله انه يساعد فرقتنا انها تعمل نتيجه ايجابيه. زي ما قلت لكم المباراه مش سهله على الاطلاق، الهلال موقفه صعب شويه. الهلال لو خسر المباراه دي تبقى فرصته في المنافسه على التاهل بعيدة جدا، وبالتالي يعني ما عندوش حل غير انه يعمل نتيجة ايجابية اقلها التعادل. لكن انا بشوف كمان ان الاهلي عنده فرصة كبيرة جدا بعد المستوى والروح والحالة اللي ظهرنا عليها في كأس العالم، وبعد الراحة اللي خدتها الفرقة 48 ساعة، فرصة كويسة لالتقاط الانفاس، نقدر نعمل عرض قوي جدا ومحترم ان شاء الله قدام الهلال. مين اللي سافر النهاردة؟ قائمة الفريق. مستر بيتسو موسيماني اختار علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء حراسة مرمى، معاهم رامي ربيعة، ياسر ابراهيم،
محمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد وعمر السلية، محمد محمود، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، لويس ميكسون، محمد شريف، طاهر محمد طاهر وعبد القادر، ومعاهم حسام حسن اللي دخل القائمة. أنا كنت قايل لحضراتكم إنه يعني حسام حسن والشناوي جاهزين بشكل كبير، لكن الجهاز الفني فضل يريح الشناوي، يديله فرصة أكتر للتأهيل. ومناسبة الإصابات، إصابة يعني هي ما تقالش عليها إصابة، يعني عشان كلام كان على معلول النهاردة في التمرين الصبح، هي كدمة بسيطة جدا، وإن شاء الله طمنكم على معلول بنسبة كبيرة جدا هيكون جاهز إن شاء الله لمباراة الهلال يوم الجمعة. أما فيما يتعلق بالإصابات، الشناوي باقي في القاهرة عشان يكمل برنامج التأهيل، وبيرسي تاو نفس الحكاية، استجابتهم كويسة جدا للبرنامج العلاجي، وإن شاء الله بإذن الله بعد ما الفرقة ترجع من السودان هينضموا للتدريبات. وكمان صلاح محسن بعد ما خضع لجراحة طبعا بسبب إصابة مشط القدم، الحمد لله العملية نجحت وبيتم وضع برنامج تأهيلي ليه عشان يكون جاهز برضو في أقرب فرصة. طيب إيه قصة الهلال؟ وهنقرا مع حضراتكم اخر مبارياته وطريقه لعبه، ونعرض لحضراتكم اهم اللاعبين، وخصوصا طبعا انه خسر مباراته او مواجهته الاولى امام ماميلودي سان داونز في دوري الابطال في دور المجموعات. هنتكلم على ده، ونتكلم طبعا النهارده حلقه العالمي زي ما حضراتكم عارفين، هناخد جوله مع الجي بي اس ونشوف اخبار لاعبتنا المحترفه، ونروح كمان نتكلم على مواجهات الشامبيونز ليج سواء اللي اتلعبت امبارح او المنتظره النهارده. قبل ما نكمل تسمحوا لنا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. امبارح طبعا كان لقاء الجبابره، ويمكن مش هبالغ لو قلت ان نص جمهور الكوره او اكتر كمان نص جمهور الكوره على سطح الكوكب كان مستني ماتش الريال وبي اس جي. وعلى الرغم انه المباراه يعني من وجهه نظري ما كانش فيها كوره عظيمه جدا، حاله من حالات العك والعجن طول 90 دقيقه، ولكن الحقيقه يمكن بي اس جي كشر عن انيابه وسيطر على المباراه وحط الحقيقه الريال في خانه اليك، ومبابي قدر يسرق اللقطه من كل النجوم اللي كانوا موجودين في الملعب بالهدف الرائع اللي احرزه في نهايه المباراه في شباك الريال، في شباك تيبو كورتوا على وجه التحديد، لقطه حققت الفوز لصالح بي اس جي في الوقت الضايع من عمر المباراه. الصحف الاسبانيه ركزت بشكل كبير جدا على نجم امبارح كيليان امبابي في اللحظه اللي سجل فيها الهدف، وخلينا نستعرض مع حضراتكم كده اهم العناوين اللي صدرت وعلقت على مباراه بي اس جي في مواجهه الملكي. البدايه مع اس الاسبانيه اللي حطت طبعا صوره كيليان امبابي لحظه تسجيل الهدف داخل شباك كورتوا، وقالت اس لا بومبا او انها القنبله، امبابي بيمنح باريس سان جيرمان التقدم بهدف بعد عرض كبير. واضافت يمكن كمان ان كورتوا نجح في المباراه انه يتصدى لركله جزاء من مين؟ من ليو ميسي، وتزداد معاناه ميسي في باريس مع البي اس جي. والحقيقه يمكن البرنابيو حسب ما علقت الصحيفه قالت يتطلب رؤيه لنسخه من ريال مدريد افضل بكثير، مهمه صعبه بكل تاكيد. ماركا الحقيقه قالت اكوينو بوينو امبابي، والحقيقه يمكن زي ما قلت لكم هو اللي سرق اللقطه وهو اللي ركزوا عليه، ولقطه تسجيله للهدف كانت هي لقطه امبارح بلا شك. الماركا قالت الحقيقه ما مدى جوده امبابي، انتهاء عرض باريس سان جيرمان امام الريال بهدف في الدقيقه 94، واكملت وعلقت على نجاح تيبو كورتوا حارس الريال في انه يتصدى لركله جزاء من ليو ميسي، وقالت رجال انشيلوتي ولا تسديده على المرمى، كازيميرو وميندي هيغيبوا عن مباراه العوده، ويجب ان يكون البرنابيو ممتلئا، بحثا طبعا عن دور لعشاق الملكي في مباراه العوده. الموندو ديبورتيفو كتبت وقالت في انه دي هي الطريقه اللي بيفوز بيها دائما امبابي، في اشاره طبعا لهدف قاتل احرزه النجم الشباك الفرنسي داخل شباك الريال في الوقت القاتل. وصحيفه ليكيب طبعا طبيعي جدا انها تتغزل في النجم الفرنسي وقالت تحفه، في اشاره الى الهدف الرائع اللي سجله جناح نادي العاصمه الفرنسيه داخل شباك ريال مدريد. على كل الاحوال عندنا جوله في منتهى القوه ومنتهى الاهميه النهارده، وما تنسوش طبعا الليفر ومن وراه جماهير مصر كلها واقفه في ظهره وبتسنده في مواجهه طبعا في منتهى الصعوبه مع الانتر اللي يمكن يكون ترنح في الفتره الاخيره، ولكن طبعا مسابقه دوري الابطال ملهاش قواعد.
هنتابع مع حضراتكم كل حاجة فيما يتعلق بمواجهات النهاردة، ومنها الحقيقة كمان ماتش الليفر والإنتر مع لوكا ماركيتي الإعلامي بشبكة سكاي سبورتس، هيكون ضيفنا من خلال الفيديو كونفرنس في السادسة. سينيور ماركيتي طبعا بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا، وأهلا بك على شاشة الأهلي في السادسة. شكرا لكم، مساء الخير. مساء الخير على جماهير قناة الأهلي، أعظم وأكبر فريق في أفريقيا. أود أن أهنئ الأهلي بحصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وأتمنى التوفيق للأهلي المباراة القادمة في السودان. أعتقد أن أنا صحفي ومقدم برامج في سكاي، لكن الأهلي يستحق تهنئة من أكبر أشخاص في العالم. أهلا وسهلا بك. إحنا كجماهير نادي أهلي عندنا ثقة كبيرة جدا أن إحنا هنكون موجودين في النسخة اللي جاية في كأس العالم. تعتقد أنه ممكن يكون فريق إيطالي بيلعب في نفس البطولة؟ دعنا نتحدث في بداية الأمر، نتمنى أن نذهب إلى كأس العالم الكبير، أن تذهب إيطاليا إلى كأس العالم في قطر. الآن نحن لدينا تعاطف كبير مع روبرتو بالنسبة لتشامبيونز ليج ودورة أبطال أوروبا. دعني أتحدث بكل صراحة، اليوفي قام بعمل ميركاتو رائع والإنتر يحاول. اليوم لديه مباراة صعبة، إذا ما عبرها ذهاب وعودة سيقول كلمته، لكن الحديث عن ذهاب فريق إيطالي إلى دوري أبطال أوروبا صعب جدا. أتمنى أن أذهب إلى بطولة كأس العالم، ولكن صعب بالنسبة لإيطاليا. خليني أبدأ معك من جولة امبارح شفنا وتابعنا ثلاثة من أكبر الفرق المرشحة لتحقيق اللقب. اثنين جمعتهم مواجهة نارية، بي اس جي في مواجهة الريال، والفريق الثاني المان سيتي في مواجهة سبورتنج لشبونة، وقدر يحقق فوز عريض. رأيك في الأداء اللي قدمه، خلينا نتكلم على ماتش الريال وبي اس جي امبارح، رأيك في الأداء اللي قدمه الفرقتين وفرص وحظوظ كل منهم في المنافسة على اللقب من وجهة نظرك؟ بالنسبة للوضع التكتيكي، المباراة كانت تكتيكية أكثر منها حماسية بالنسبة لكارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي، الذي حاول أن يحجم الهجوم وحاول أن يلعب بدفاع منطقة أكثر من يهاجم باريس سان جيرمان، لأن أن تهاجم باريس سان جيرمان بالبارك دي برانس، أنشيلوتي كان أتوقع صعوبة اللقاء. ولهذا ظهر بالمستوى الشاحب الذي ظهر به بالأمس أمام بي اس جي، لكن بالنسبة لمباراة العودة، مباراة العودة ستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة لكارلو أنشيلوتي أكثر من باريس سان جيرمان. الضغط سيكون أكثر على ريال مدريد. مين الأعرف في الفرقتين للتأهل؟ أنشيلوتي قدم أداء رائع، أنشيلوتي قدم كل شيء. مين الأقرب من الريال وبي اس جي للحصول على تذكرة التأهل للدور الثمانية؟ بي اس جي باريس سان جيرمان. اكلمك شويه عن السيتي، هل بتشوف فريق بيقدم كره هجوميه، كره ممتعه على سطح الكوكب افضل من المان سيتي؟ مانشستر سيتي يستطيع الفوز بأي بطولة. غوارديولا جاء من أجل تشامبيونز ليج، مشروع مانشستر سيتي لن ينجح، وغوارديولا لن يهدأ له بال إلا إذا فاز بالتشامبيونز ليج ذات الأذنين التي تعصى كثيرا على المان سيتي. مواجهة النهاردة مواجهة الأقوى يمكن هتكون بين ليفربول وبين الإنتر المتعسر محليا في الفترة الأخيرة، إزاي شايف المواجهة دي وحظوظ مين أقرب للتأهل؟ ليفربول دائما مفضل، هو الأقوى وهو الأفضل من الناحية التكتيكية ومن ناحية اللاعبين، ولديه خبرة أوروبية عظيمة في أواخر الأعوام، لا أقول كجنرال لأن الإنتر كبير وكبير في إيطاليا وأوروبا. لن تكون مباراة سهلة للإنتر أن يفوز أمام ليفربول، قد يقوم الإنتر بعمل مباراة عظيمة اليوم لكن العودة صعبة. بمناسبة الكلام عن الإنتر، بعض التقارير رصدت توتر العلاقة بين لوكاكو نجم طبعا بلجيكا وتشيلسي الانجليزي ونادي تشيلسي، ويمكن هو في مره سابقه يمكن كان اعلن عن رغبته في العوده لايطاليا وتحديدا للانتر. الكلام ده عاد مره ثانيه للظهور على السطح، هل تتوقع انه الموضوع ده يتم ولا هي ما اكتر ما هي الا اشاعات او امور غير دقيقه؟ يعني
Non penso che sia facile. Lui ha problemi con لا أعتقد أن الأمر سهل كما ذكرت. هو لديه عقد. Sotto Natale. Io credo che sia وقمت أنا ومجموعة من صحفيين سكاي سبورت بالحديث مع لوكاكو عندما عاد إلى ميلانو في الأجازة السنوية وتحدثنا معه. قال لوكاكو إذا ما كنت تعود إلى الإنتر وهذه الأشياء بعد اللقاء الذي قام به مع سكاي سبورت. لوكاكو أكد أنه تحدث بموضوعية أنه يعشق جماهير الإنتر ويكن للإنتر كل الاحترام، لكن هذا لا يعني أنه يريد العودة، لكن الإنتر يريد أن يعيد لوكاكو مرة أخرى. بمناسبة الكلام على الإنتر، خليني أعجبك شوية لبطولة الدوري الإيطالي. ورغم الحقيقة يمكن أنه يعني النسخة السنة دي بتشهد أسماء كبيرة جدا تتولى تدريب الفرق، نتكلم على جوزيه موريني، واحد كان واحد من أفضل مدربي العالم، ماسيميليانو أليجري، سباليتي، إنزاجي، وكلهم الحقيقة بدأوا بدايات قوية، لكن بعد كده بيحصل حالة من حالات التراجع، مش عايز أسميها انهيار. من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ تقييمك لتجربة مورينيو مع روما، مين الأقرب لتحقيق لقب الكالتشيو في النسخة الحالية أو في الموسم الحالي؟ الإنتر هي avvantaggiata. بالنسبة لي مع كل الاحترام التي كنت ذكرته، لكن الإنتر هو الأقرب والمفضل لكي يفوز بالدوري الإيطالي، لكن اليوفي والإنتر هم مفضلون. سوف تستغرب إذا ما قلت يوفنتوس، لكن اليوفي لديه مباراة عظيمة المباراة القادمة، إذا ما عبرها اليوفي سيعود إلى الواجهة مرة أخرى. لكن الميلان بالرغم أن الميلان اقترب من الإنتر، لكن الإنتر مفضل بالنسبة لي للفوز بالدوري. بمناسبة الميلان لازم أسألك على إبراهيموفيتش، هل تتوقع أو هل عندك معلومة أنه الموسم ده قد يكون الأخير للإبرة مع الميلان؟ وهل تتوقع أنه يستمر بعد كده في الملاعب، ولا يكون نهاية تعاقده مع الميلان هو بمثابة إعلان اعتزاله؟ هذا سؤال يجب أن تسأله إلى إبراهيموفيتش، لأن إذا ما كانت هناك رغبة لدى إبراهيموفيتش لكي يستمر في اللعب، إبراهيموفيتش سيلعب لأكثر من 100 عام. إبراهيموفيتش لديه الرغبة، يعشق البطولات ويعشق الكرة ويعشق الملعب ولا يريد أن يغادر الميدان، لكن هو لاعب فخر لأي نادي يلعب له. طيب نتكلم عن الميركاتو، في الميركاتو الشتوي بالنسبة للأندية الإيطالية، وتكلمني على أهم الصفقات من وجهة نظرك. فلاوفيتش بالطبع كان أقوى صفقة في الميركاتو في إيطاليا هذا العام. الصفقة دي يعني أحيطت بها كده علامات استفهام وأثارت عدد من الشبهات، وفي بعض التقارير رصدت يعني قصة فساد ما في موضوع انتقال فلاوفيتش من فيورنتينا لليوفي. No, non ho capito bene la domanda. I problemi che c'erano fra la Fiorentina e Vlahovic. هناك مشاكل كبيرة بالنسبة لفلاهوفيتش وفيورنتينا. فيورنتينا كان يرفض بيع اللاعب، لكن اليوفي اتبع كل الأمور الشرعية من أجل خطف اللاعب. فيورنتينا الآن يخرج في الصحف ويريد أن يقول أن هناك شبهات في صفقة فلاهوفيتش بالنسبة لوكلاء اللاعبين، لكن بكل ثقة أقول لكن اليوفي ذهب وقدم عرض، وفيورنتينا رئيس النادي قبل هذا العرض وقبض الأموال، وفلاهوفيتش جاء بالطريقة الشرعية إلى اليوفي. لا 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 لا، أنا أرفض كل ذلك. طيب أكلمك على المنتخب الإيطالي، الحقيقة اللي غاب عن النسخة الأخيرة من كأس العالم، واعتقد انه هيكون صعب جدا انه يغيب عن نسخه كاس العالم اللي جايه. فرص ايطاليا الادسوري في تاهل عن طريق البرتغال، ورايك فيما قدمه مانشيني مع المنتخب الايطالي حتى الان؟ سي può qualificarci. روبرتو مانشيني ci credono i giocatori. سيعود وسيذهب بإيطاليا إلى كأس العالم، لأن إيطاليا هي بطلة أوروبا وبطلة اليورو، ويجب أن تكون متواجدة بكأس العالم. فورزا زوري، سنذهب إلى كأس العالم. لوكا باركيتي الإعلامي بشبكة سكاي سبورتس، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وكل التوفيق ما زلت عاشق للأندية الإيطالية والمنتخب الإيطالي، كل التوفيق للأندية الإيطالية سواء في
بطوله دوري الابطال، رغم ان فرصها يمكن تكون مش كبيره، لكن ما حدش عارف. في اوقات كثيره جدا جت فرق من بعيد جدا وقدرت تحقق لقب، زي مثلا بورتو البرتغالي، وتبقى ايطاليا كبيره دايما بتاريخها وبتاريخ انديتها في البطوله. ونتمنى الحقيقه، اعتقد انه تتفقوا معايا حتى لو ما كنتوش بتشجعوا المنتخب الايطالي او مش من محبينه وعشاقه، يعني انه كاس العالم من غير ايطاليا هيبقى فاقد جزء كبير من حلاوته ومن متعته. طيب ناخد حضراتكم بقى لفقره الجي بي اس ونرجع مره تانية بعد الغياب وبعد توقف طويل جدا عن متابعه اللاعبين المحترفين، نتابع اخبار لاعبتنا المحترفه في الخارج. يمكن مرموش منتظر انه يرجع طبعا بعد اصابته بكورونا، منتظر انه يرجع ويشارك مره تانية مع شتوتغارت الاسبوع ده، لكن البدايه هتكون مع مو صلاح في انجلترا وتحديدا في ليفربول. محمد صلاح ما زال حتى اللحظة هو هداف النسخة الحالية من البريمير ليج، شارك كأساسي في مباراة الفريق الأخيرة ليفربول أمام بيرنلي، والمباراة دي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 1-0. معدل تقييمه في المباراة 6.9 درجة، ويمكن كان ليه محاولة وحيدة على المرمى ونجح في مراوغة وحيدة من محاولتين. دقة تمريراته في الماتش ده كانت 71%. وزي ما قلت لحضراتكم هو مسجل في نسخة البريمير ليج الموسم ده 16 هدف ومازال بيحتل صدارة الهدافين. القيمة التسويقية لصلاح حاليا هي 100 مليون يورو، وليفربول بيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن المان سيتي المتصدر طبعا. من انجلترا هنروح لتركيا، وتركيا بقى عندنا فيها عدد كبير جدا من لاعبين المحترفين، ابرزهم الحقيقه طبعا محمود حسن تريزيجيه اللي انتقل لاسطنبول بشاك شهير ولعب بالفعل وشارك كاساسي في مباراه الفريق الاخيره، وشارك لمده 77 دقيقه في المباراه اللي جمعت بشاك شهير بجازنتاب، والمباراه دي انتهت بفوز اسطنبول بشاك شهير بنتيجه 2-0. كان ليه محاوله وحيده على المرمى، نسبه تمريراته او دقه التمريرات عنده وصلت لنسبه 90%. القيمه التسويقيه لتريزيجيه حاليا هي 10 مليون يورو، وبشاك شهير بيحتل حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب في مسابقه الدوري التركي برصيد 40 نقطه. كل التوفيق لتريزيجيه، محطه مرحله يقدر طبعا يرجع احسن من الاول، وامكانياته وعقليته الحقيقه تخليك تراهن عليه وعلى مستقبله. مصطفى محمد علامه الاستفهام الكبيره اللي بيلعب طبعا لجلاتا سراي في تركيا، وشارك لمده 31 دقيقه في ماتش فريقه الاخير امام قيصري سبور، المباراة دي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. والكويس في ده إنه مصطفى هو اللي أحرز هدف فريقه في المباراة، هدف التعادل. معدل تقييمه 7.3 درجة، ورفع رصيد بالهدف اللي أحرزه في المباراة قدر يرفع رصيده من الأهداف لست أهداف. جلاتا سراي حاليا بيحتل المركز 13 رغم إنه واحد من أكبر الأندية التركية الحقيقة ودايما منافس على كل البطولات، لكن حاليا بيحتل المركز ال 13 برصيد 29 نقطة. القيمة التسويقية حاليا لمصطفى محمد تراجعت شوية، وصلت ل 5.5 مليون يورو بعد ما كان وصل لحوالي 6 مليون يورو. من جلاتا سراي ومصطفى محمد هنروح لكوكا، أحمد حسن كوكا طبعا واحد من المحترفين المصريين اللي عملوا مشوار طويل ونجح في أكثر من بطولة، ولكن يمكن لغايه اللحظه ما وصلش لحاله التوهج الكبيره. احمد حسن كوكا بيلعب في او شارك مع اساسي مع فريق بيلعب في كونيا سبور، وشارك مع فرقته لمده 64 دقيقه امام ترابازون سبور في الدوري التركي. الماتش ده انتهى بخساره فريقه بنتيجه 2-1، ما سجلش وما صنعش وما كانش ليه اي محاوله على المرمى طول ال 64 دقيقه اللي شارك فيهم. وبشكل عام في 17 مباراه شارك فيها كوكا احرز خلالهم 4 أهداف وكان ليه 2 أسيست. القيمة التسويقية حاليا لكوكا هي 3.1 مليون يورو، وكونيا سبور الفريق اللي بيلعب له بيحتل حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ترابازون سبور متصدر الجدول. الخريطة اتغيرت، يعني الخريطة اتغيرت جدا، كان في جلاتا سراي، كان في فنرباشا، كان في بيشكتاش، كل دول كانت أدية مقدمة، لكن يبدو إنه في زلزال حصل في تركيا. كريم حافظ نجمنا المصري اللي بيلعب لمالاتاي سبور شارك لمده 13 دقيقه فقط في مباراه فريقه الاخير امام سيفاسبور، الماتش ده انتهى بخساره فريقه بنتيجه 2-1، وتقييمه خلال المباراه دي كان 7 درجات، مرر 10 تمريرات منهم 7 تمريرات صحيحه بنسبه دقه 70%. بشكل عام شارك في 19 مباراه مع فريقه، ما سجلش خلالها ولا هدف ولم يصنع اي اهداف،
ومالاتاي سبور اللي بيلعب له كريم بيحتل حاليا المركز العشرين والاخير في جدول الترتيب في الدوري التركي. دي كانت اخر اخبار جولتنا مع لاعبتنا المصريه المحترفه في الخارج. كلامنا عن الكره العالميه مازال مستمر في السادسه، بس اسمحوا لنا هنروح لفصل ونرجع لكم مع ضيوفنا في الاستوديو. جهزوا نفسكم ان الفقره دي احتمال يقوم فيها عركه، لانه اللي حصل امبارح مش سهل ومش هيعدي كده، مش هيمر مرور الكرام. على كل الاحوال بما ان احنا فقره العالمي لازم اتكلم الاول عن انجاز الاهلي العالمي اللي بجد الحقيقه فرحنا وبسطنا ورفع راسنا في وقت احنا ما كناش طالبين منه اكتر من كده الحقيقه. كنا بنحلم النسخه دي، ولو دخلنا بطوله كاس العالم للانديه اللي فاتت دي اللي خلصت دي في ظروف طبيعيه وبسكواد كامل، كان ممكن جدا جدا نروح للي احنا بنحلم بيه وحاسين ان احنا كنا نقدر نحققه والوصول للمباراه النهائيه، لكن قدر الله وما شاء فعل. ومنتخب مصر عوض لنا شويه غياب نجومنا عن البطوله، ووصل وقدم عروض قويه في بطوله افريقيا، وصل المباراه النهائيه. والاهلي كمان قال لك يعني منتخب مصر بس اللي هيفرحنا، والاهلي كمان فرح جماهيره وقدم بطوله قويه جدا في وقت محدش اكتر المتفائلين ما كانش متوقع انه يحقق ميداليه برونزيه. نتكلم على الاهلي العالمي الحقيقه مع اثنين من ضيوفنا الاعزاء واللي انا دايما يعني بسعد بوجودهم معانا، دكتور وليد حديدي اللي بيشرفنا النهارده في سادسه. مساء الخير دكتور وليد، عوده بعد غياب. لا طبعا بعد غياب طويل. ده بيتي طبعا، انا ما اقدرش اغيب عنه، دي احيانا الظروف بتحكم لكن ما اقدرش اغيب طبعا. بنسعد بيك دايما، بتشرفنا. انا اللي بتشرف بالتواجد. والمتالق دايما فاروق عصام. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد، ازيك؟ منورنا وبنسعد بيك دايما فاروق. نورك، اهلا بيك. ماتشين امبارح برضو ايه فيهم كلام كتير صح؟ جدا. بس قبل ما ندخل في تشامبيونز ليج امبارح والنهارده، عايز الحقيقه بما انه يعني يوم العالمي يبقى لازم نتكلم على الاهلي العالمي والانجاز الكبير اللي حققه الفريق في وقت كان فيه عدد كبير جدا من الصعوبات. يعني انا بقول انه الانجاز الاهم والاصعب للاهلي في بطولات مشاركاته في كاس العالم كلها كان اتحقق السنه دي. شوف، هو الحقيقه اللي عمله الاهلي لو عايزين نلخص يعني اللي حصل كده في كلمتين، فهو اللي عمله الاهلي ده كان خارج نطاق المنطق. ايوه، لان المنطق لو جيت تطبقه على تجربه الاهلي في كاس العالم للانديه السنه دي بيقول انه ما ينفعش وفقا لكل المعطيات انه يكسب مباراه او يحقق اي مركز او يحقق اي انجاز من اي نوع. كل الظروف كانت ضد الفريق، بدايه من حرمانه من كل نجومه الدوليين، ثم سلسلة من الإصابات الغريبة جدا في وقت صعب، ثم قرعة قدام فريق مش قليل، فريق مونتيري من الفرق اللي بتلعب كورة كويسة وعنده نجوم دوليين وعنده سكواد متخدم عليه، وكلنا شفناه أرجنتين وكولومبيا وهولندا والدوليين المكسيكيين، وعنده مدرب حافظك وعارفك خافير أجيري، اشتغل في مصر واشتغل مع لعيبة الأهلي وعارف فل بصراحة. فطلعت حاجة كويسة. فكل الأجواء بتقول إن لا، الدنيا ما كانتش هتبقى مظبوطة، وأنا متأكد إن طبعا مع ثقة جماهير الأهلي الكبيرة في فريقهم، لكن كان كل الناس بتقول والله إحنا متقبلين إن اللعيبة تأدي اللي عليها. أيوة. وأي نتيجة خلاص، إحنا بس الأهلي عايز يخرج، أو إحنا متقبلين لو الأهلي خرج شكله حلو، يعمل اللي حتى لو خسر ما فيش مشكلة، وأنا متأكد كل الجماهير هتعذر اللعيبة. لكن إن أنت تيجي في أول مباراة بهذا النقص العدد، اولا تعامل تكتيكي كان رائع جدا من المدير الفني موسيماني، ذاكر الفريق اللي قدامه، اللعيبه كلها، كل لاعب بذل فوق ال 100% المجهود، فتظهر بالشكل ده وبالاداء الرائع ده وتكسب. وبعدين قدام بالميراس، على الرغم ان انت خسرت في مباراه كان ممكن جدا توصل فيها فاينل لو انت في ظروفك الطبيعيه، ومع ذلك معظم المباراه كان عندك فرص وكان ممكن توصل وكان ممكن تتعادل. وبعدين تيجي بقى في المباراه واللقطه الاروع طبعا في البطوله، قدام فريق اكتر فريق حضر للبطوله وصرف على 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 السكواد بتاعه، عنده نجوم في كل المراكز، والمباراه كمان ليها خلفيات وحساسيات، وطبعا ديربي عربي افريقي اسيوي كل ده، وفي محفل عالمي. انت عالمي، مش بطوله افرو اسيويه ولا سوبر مصري سعودي ده. والرياكشن اللي حصل باقاله اسم بحجم ليوناردو جارديم بعد المباراه دي، يقول لك قد ايه كان الصدمه عنيفه. الصدمه عنيفه، وكان الامال اكبر من كده. الاهلي الحقيقه قدم بطوله للتاريخ، مفيش انا مش قادر الاقي غلطه للاهلي في البطوله من اول مدير فني. انا معجب جدا باداء موسيماني في البطوله الحقيقه. أيوة. ولازم اشيد بيه، لان الراجل ده في المباريات الكبيره وفي البطولات الكبيره بيكشف فعلا عن قدرات عنده. كل لعيبه الاهلي ادت، اللعيبه اللي جم من منتخب مصر مع هذا الارهاق وهذا الاجهاد عملوا الفارق وثبتوا، والمجموعه اللي قبلهم. قبل ما اروح لفاروق واسمع رايه، خليني اقول لحضراتكم واحنا يمكن اعلنا امبارح في السادسه
ان النهارده هيكون في مؤتمر. المؤتمر بدا الحقيقه من منذ قليل، يعني مؤتمر تم فيه الاعلان عن توقيع عقد او اتفاق شراكه بين النادي الاهلي وبين شركه فاليو. وقلت لحضراتكم انه الشركه طبعا مع يعني مع شراكتها وتعاونها مع النادي الاهلي هتقوم بالترويج وتقديم تسهيلات لعضويات النادي الاهلي في فروعه الاربعه المختلفه، طبعا بعد الطفره الانشائيه الكبيره جدا والتطوير الكبير اللي حصل على كل المستويات، واهمها طبعا البنيه التحتيه في كل فروع النادي الاهلي. اعتقد ان الشركه دي هتسهل بشكل كبير على كل حد عنده الرغبه في انه ينضم لاسره النادي الاهلي، ممكن يتم ده من خلال شركه فاليو. يمكن كانت فرصه كمان انه كابتن خطيب يتكلم على ملابسات كاس العالم ويتكلم على كل الخطوات اللي قامت بيها اداره النادي الاهلي في التواصل مع الاتحادات المسؤوله عن انها تقوم بدورها الطبيعي وانها تتحمل مسؤولياتها الطبيعيه والمنطقيه في فكره تعارض المواعيد بين اهم بطوله قاريه واهم بطوله دوليه على مستوى الانديه، بطوله كاس افريقيا وبين كاس العالم للانديه. وتم التواصل مع الفيفا وتم التواصل مع الكاف وتم التواصل مع الاتحاد المصري، ولكن طبعا ما كانش في نتيجه مرضيه ولا عادله تضمن تكافؤ الفرص في البطوله. ورغم كل الاعتبارات دي قال طبعا كابتن محمود خطيب انه الاولويه بدون نقاش طبعا في كل وقت وفي كل زمان هي للمنتخبات، وده يمكن اعلن عنه كابتن محمود الخطيب لما ادركت الاداره استحاله تغيير مواعيد بطوله كاس العالم للانديه، وشكر حقيقه رجاله الاهلي على العروض القويه اللي قدموها في بطوله كاس العالم للانديه. فاروق، ماتش الهلال وماتش المونتيري المكسيكي اتنين من اجمل الماتشات اللي قدمهم موسيماني، وكل واحد ليه ظروفه. يعني انت الاول امام بطل المكسيك بطل الكونكاكاف في مواجهه نقص عددي غير طبيعي، وفي وقت كفه المونتيري ارجح على كل المستويات، قدرت تلعب جيم كبير جدا، مش تخطف الفوز، تلعب جيم كبير امام منافس قوي وتفوز. وماتش الهلال ماتش شديد الحساسيه مع فريق يعتبر برضو زعيم الكره السعوديه وفريق عنده شخصيه البطل، ورغم كده قدرت تقدم اقوى عروضك مش في البطوله دي يمكن في كل مشاركاتك في كل نسخ كاس العالم للانديه. طبعا احنا اتكلمنا قبل البطوله عن الدوافع اللي موجوده لعيبه النادي الاهلي، خصوصا في غياب اللعيبه الاساسيه قدام مونتريال المكسيكي، ومستر موسيماني قدر يستغل كويس جدا عدم وجود ضغوط على اللعيبه اللي شاركت في مباراه مونتريال، وشفنا اللعيبه نزلت متحرره من الضغوط بتلعب ولا كانها بتلعبت كاس العالم للانديه السنين اللي فاتت دي كلها. شفنا اداء مميز جدا خصوصا على ضد مونتري، كان في شويه اداء دفاعي مميز من النادي الاهلي، وكان في تنوع خلال البطوله كلها في اداء النادي الاهلي. لما احتاج مباراه هجوميه ضد الهلال شفنا اداء هجومي قوي جدا، شفنا اداء متوازن شويه ضد مونتري. يمكن مباراه بالميراس لو الاهلي كان في ظروفه الطبيعيه والشوط الاول كان في شويه ضغط على بالميراس كان ممكن نحقق نتيجه افضل، لكن الظروف لعبت ضد النادي الاهلي في البطوله. الرياكشن بتاع جماهير السعوديه بعد مباراه الهلال استغربوا من فريق النادي الاهلي، قالوا معقوله ده فريق مش محضر للبطوله؟ هل فعلا كلامكم في الاعلام ده حقيقي ان معقول ده فريق مش محضر للبطوله؟ وكانوا حتى جماهير الهلال ما كانتش متوقعه ان النادي الاهلي يقدر حتى ينافس الهلال في الظروف الحاليه. النادي الاهلي قدر من البدايه يفرض شخصيته ويفرض اسلوب لعبه، مستر موسيماني يمكن غير حساباته كلها في المباراه، ودي المرونه اللي بنتكلم عليها مع موسيماني. الاهلي حاليا مع موسيماني تقدر في خلال اي مباراه، ما تقدرش في خلال اي مباراه تتوقعه. ضد الهلال ما تحفظش ولعب بثلاث مدافعين وقدر يلعب باربعة ثلاثة ثلاثة وغير اسلوبه تماما، يمكن ده فاجئ جارديم وفاجئ الهلال بالضغط العالي، وهو ده اللي سبب توتر للعيبه. حتى شفنا بريرا لعيب خبره ولعيب في الدوري الانجليزي خرج عن شعوره في ده اغلى صفقه في فرقه الهلال طبعا 12 مليون يورو لعيب حتى كانه من اللعيبه الدوليين في منتخب السعوديه، خرج برضو عن شعوره وضرب ياسر ابراهيم من غير كره، وده بيدل ان لعيبه الهلال اتفاجئت من تكتيك النادي الاهلي. فبطوله عظيمه للنادي الاهلي يستحق فيها المركز الثالث، ولولا الظروف كان ممكن ينافس ان شاء الله النسخه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. من الهلال السعودي هاخدكم للهلال السوداني، ماتش بعد بكره يهمني طبعا في تحيه المشوار في بطوله دوري الابطال. وانا كنت بقول يعني بعد ما حقق برونزيه كاس العالم انه جماهير النادي الاهلي طول عمرها البطوله المفضله بالنسبه لهم هي دوري الابطال، بس حسيت انه بعد النجاحات اللي اتحققت في بطوله كاس العالم ما بقيناش عايزين نكسب البطوله دي، عشان البطوله في حد ذاتها بقد ما بقينا عايزين نكسبها عشان نروح نلعب في كاس العالم. فرص الاهلي السنه دي بعد المردود القوي على مدار انت اتنين كاس عالم برونزيه، اتنين دوري ابطال حققت اللقب، اتنين سوبر افريقي حققت اللقب،
فرص الاهلي وبدايه المشوار مع الهلال بتشوفها ازاي دكتور وليد؟ هو طبعا كان يعني نقدر نقول ان سوء حظ للاهلي ان مباراه المريخ اتاجلت، كانت هتبقى البدايه والانطلاقه والبدايه على ارضك، فكانت هتفرق كتير جدا. انا دايما بحب في الدورات اللي زي دي مباريات المجموعات ان انت تبدا على ارضك وتفنش على ارضك، بتكون الفرص افضل وبتدخل في الاجواء بسرعه. لكن صعوبه المباراه الحقيقيه بتيجي من اولا طبعا الديربي الشهير وبين مصر والسودان، الانديه المصريه والسودانيه طبعا. دايما قدام النادي الاهلي بما انه يعني الاكثر خوضا للمباريات تقريبا قدام الانديه السودانيه، فدايما بمحاولات اثبات الذات واقتناص الفوز قدام اسم الاهلي ده بيكون دافع عند الانديه السودانيه وبشكل عام طبعا كل الانديه المصريه، زائد ان اجواء ملعب الهلال دايما بتكون اجواء صعبه، الحماس الجماهيري هناك منقطع النظير، والدوافع دي بتزود حتى المستويات الفنيه للاعبين اللي طبعا الاندفاعات البدنيه والحماس اكيد بيخليهم طول الوقت بيعملوا عليك ضغط. لكن لو هنتكلم بشكل فني، لا طبعا الفارق كبيره بين الاهلي والهلال وبين الاهلي ومعظم فرق افريقيا المنافسه في دوري الابطال. الاهلي حاليا بتشكيلته الحاليه رغم برضو الغيابات تبقى تشكيله هي الاقوى في افريقيا. انا عجبني في موسيماني مؤخرا وتحديدا من الموسم ده انه بدا يبقى عنده مرونه بشكل كبير جدا، وبدا يفتح الباب للعديد من المتغيرات التكتيكيه من مباراه لاخرى وفي المباراه نفسها. يعني فكره ان انت تلعب بالثلاثه اربعه ثلاثه في مباراه مونتيري وبعدين تلعب بترجع تاني للطريقه اللي انت كنت بتحب تطبقها من الموسم اللي فات اللي هي 4 2 3 1 مع مهام لحمدي فتحي بتحولها ل 3 4 3 برضه. واوقات بتلعب بال 4 2 3 1، فالتشكيلات دي وموسيماني بيعملها طبعا مع وعي تكتيكي لعيبه الاهلي بيقدروا ينفذوها، فبتخلي دايما في صعوبه عند الانديه ان هي تواجهك، لان طول الوقت انت بتقدر تغير من دمك في المباراة وبتقدر تغير من ستايل لعبك. بشكل عام الأهلي بإذن الله قادر أنه يكسب المباراة دي، مكسب هيكون مهم جدا في بداية المشوار. أتمنى بس أن الأهلي يفصل نفسه وعندهم الخبرات لدم، يعني مش محتاجين نأكد عليها عن الأجواء ما حول المباراة، وأعتقد أن لو ده حصل الأهلي فنيا في الملعب قادر بإذن الله أنه يحقق. بالك الورق اللي معاه برضو السنة دي غير، يعني الورق اللي بيلعب بيه في الملعب يحلم بيه اي مدير فني، فاعتقد ده سهل له بشكل كبير طبعا. جدا وبرده قضى فتره قدر يفهم فيها حاجات كتير كانت يمكن غايبه عليه وهو جاي من جنوب افريقيا. قال الهلال ازاي فاروق ويمكن هو مواجهته الاولى، ودي برده حاجه من الحاجات اللي هتصعب شويه المواجهه علينا، انه خسر الماتش الاولاني مع سان داونز، فبالتالي هو وهو داخل الماتش ده يعني اكيد بيتكلموا مع بعض كده في اوضه اللبس، ما عندناش هدف غير المكسب عشان يحافظ على فرصته في المنافسه، لو خسر تاني مباراه بقى رصيده صفر من النقاط هتبقى فرصته صعبه جدا. يمكن الهلال عنده مميزات وعنده عيوب، من العيوب اللي موجوده في الهلال ان هو مش متمرس الموسم لسه في السودان، لسه ما بداش الهلال، يمكن اتاجل له الثلاث مباريات الاولى في الدوري، الفرق كلها لعبت ما عدا الهلال، حتى المباريات اللي قبل مباراه النادي الاهلي ما لعبهاش، فهو ما لعبش بقى له فتره. لو شفنا لو رجعنا لماتش سان داونز ما كانش فيه انسجام شويه ما بين التشكيل اللي ظهر بيه قدام سان داونز، هيبقى فيه بعض التغييرات، يعني الصحف السودانيه ده تشكيل الهلال السوداني في مباراه الاولى في مع سان داونز، يمكن اكتر اللعيبه ومحمد عبد الرحمن نجم المنتخب السوداني واللعيب وسط الملعب الملقب ببوجبا السودان، فعندهم كم اسم برضو هم المعتمدين عليهم بشكل رئيسي، وطبعا زي ما اتكلم وليد الدوافع الجماهيريه اللي هتبقى موجوده هتشجعهم اكتر ضد النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي محتاج ان هو يغير شويه من الطريقه اللي بدا بيها ضد الهلال السعودي في مباراه زي دي، الهلال السوداني هيبقى نازل مندفع طبعا لانه بيلعب على ملعبه وفي وسط جماهيره، فانت محتاج ان انت تمتص الحماس ده في البدايه، ما تضغطش عليه من البدايه، تمتص الحماس اول 10 دقائق ربع ساعه، بعد كده تدخل في المباراه بعد ما تمتص حماس الخصم. الجوهره الزرقاء اسمه كده الملعب، طبعا ملعب الهلال السوداني كان مستبعد في البدايه من الاتحاد الافريقي لعدم مطابقته للمعايير، لكن الهلال نجح. دي صورة الملعب بعد التجديد اللي حضراتكم شايفينها، ده الملعب اللي هيستضيف المباراة. واعتقد انه يمكن كان دايما جزء من معاناتنا واحنا بنلعب عند الاشقاء في السودان هي ارضية الملعب، يعني ارضية الملعب كانت دايما والاضاءة، يعني هو دايما الاضاءة كان بيبقى فيها مشكلة في قوتها في السودان، وارضية الملعب كان بيبقى فيها مشكلة. اعتقد ده يصب في مصلحتنا اكتر ما يصب في مصلحة الهلال، يعني فكرة انك تلعب في ارض كويسة
ملعب مطابق للمعايير، ودي حاجه نتمنى نشوفها في كل ملعب افريقيا، لانه في ملاعب في افريقيا ما زالت خارج الاطار الزمني، يعني من ساعه ما شفناها مثلا من 20 30 سنه هي نفس الارض وهي نفس المدرجات وهي نفس الاضاءه. فنتمنى انه ده اعتقد برضو تحسب للاتحاد الافريقي انه حط معايير معينه للانديه المشاركه في بطوله زي دي. خطوه متاخره جدا، كان لازم ده من بدري، وكان لازم يبقى فيه اجبار للانديه ان هي تشتغل على ملاعبها بشكل كبير، لان في الاخر لازم مقومات اللعبه تكون عادله، يعني لازم انا الاقي اساسيات اقدر اقدم عليها مباراه. النهارده مباريات افريقيا فيها سبونسرز وفيها رعاه وفيها ماركتنج وداخلين على سوبر ليج افريقي والقصه بتكبر، فلازم كمان الملاعب تكون على مستوى الحدث والتحكيم كمان، وده مهم. طيب قبل ما اروح لفاروق عصام عشان اسمع رايه في تشكيله الاهلي الاقرب، وهل يراهن موسيماني على نفس تشكيله المباراه الاخيره امام الهلال اللي اجدت، ولا ممكن يكون في احتمال يبقى في تغييرات في التشكيله؟ خليني اروح ل زميلنا بقى فاروق صلاح. ودايما انت عارف على نفس الوزن دايما. فاروق صلاح توقع اللي تم الاعلان عنه من دقائق بين الاهلي وبين شركه فاليو، خلينا يدينا تفاصيل من موقع الحدث زي ما بيقولوا. فاروق مساء الخير. كل التحية للزميل العزيز احمد سمير، طبعا برحب بيك زميل العزيز احمد، وبرحب بضيفيك الكريمين الاستاذ وليد الحديدي والاستاذ فاروق عصام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. فاروق تدينا فكرة كده عن اخبار المؤتمر وما تم الاعلان عليه من تفاصيل الشراكة اللي جمعت النادي الاهلي بشركة فاليو. يعني خليني اقول لك ان طبعا جزء من البرنامج الانتخابي للنادي الاهلي وهو تطوير مصادر النادي الاهلي في مصادر التمويل او مصادر الماليه داخل النادي الاهلي، وكانت رؤيه من الرؤى اللي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ارتأى ان هيبقى في مهام جديده لمنصب امين الصندوق للنادي الاهلي بوجود المهندس خالد مرتجي. النهارده واحده من هذه الملفات بيتم انجازها وهو توقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه ما بين النادي الاهلي و فاليو كواحد من الشركات الرائدة في هذا المجال. زي ما تحدث الكابتن محمود الخطيب وقال ان احنا عندنا رؤية لتعزيز مصادر النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيشهد فترة، يعني خلال الفترة الحالية، حالة من الطفرة الانشائية على مختلف كل الفروع النادي الاهلي او الاربع فروع، سواء الجزيرة سواء مدينة نصر او الشيخ زايد وايضا فرع التجمع، طبعا بتكلفه تجاوزت مليار جنيه و600 مليون جنيه، يعني تكلفه ماليه كبيره جدا للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا زميلي احمد زي ما انت عارف بيسير في خطوط متوازيه مع الطفره الانشائيه اللي بتشهدها الدوله المصريه في كافه النواحي في ظل وجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تطوير مهم جدا للنادي الاهلي للبنيه التحتيه. النادي الاهلي وقع النهارده عقد الشراكه مع شركه فاليو، وهي شركه من الشركات الرائده في هذا المجال. الاستاذ وليد حسونه كان تحدث وقال ان النادي الاهلي بيمثل لنا ليس كقيمة رياضية فقط ولكن كقيمة إدارية، ودي نقطة مهمة جدا. تقييمك للنادي الأهلي ليس مقتصر على الجانب الرياضي ولكن أيضا هو بيتعلق بالجانب الإداري، ودي نقطة مهمة جدا. الشراكة يعني هتبقى فحواها إيه أو الأمور اللي هتقدم من خلالها شركة فاليو للنادي الأهلي؟ هي بتقدم تمويل عضويات النادي الأهلي للراغبين في الحصول على عضويه النادي الاهلي ب يعني فتره سداد توصل ل 10 سنين، يعني من 6 أشهر ل 10 سنوات، ايضا تمويل الخدمات الموجوده المتاحه داخل فروع النادي الاهلي سواء فروع الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد وايضا التجمع. يبقى انت كده بتتكلم في شقين، شق التمويل اللي راغب في عضويه النادي الاهلي وايضا للراغبين في العضويه من اعضاء النادي الاهلي الموجودين بصفه عامه، شقين بيشتغل عليهم شركه فاليو. ايضا تمويل العضويات هتكون خارج مصر، وازاي ان انا اقدر ان انا يعني ازود عضويات النادي الاهلي واعمل نشر العضويات النادي الاهلي في الدول العربيه. ويعني زي ما قال الاستاذ وليد حسونه نقطه مهمه جدا، قال لك احنا خلال الاسبوعين القادمين هنوقع عقد مع احد الدول لتمويل عضويات النادي الاهلي للمصريين المقيمين او اي يعني في الخارج الموجودين في خارج مصر. دي نقطه من النقاط بالخارج بالظبط، من النقاط المهمه جدا زميلي احمد، وهي نقطه الجميع وقف امامها لانها بتدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. كلمه الكابتن محمود الخطيب اللي اشاد بيها الاستاذ وليد حسونه، الكابتن محمود الخطيب قال نقطه في غايه الاهميه، قال الملف ده بالتحديد لو احنا كمجلس اداره ما كناش موجودين في النادي الاهلي كان المجلس اللي هيجي بعدينا احنا هنقدم له الملف ده. ده اللي بيدل على قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش مهم انت هتكون فين،
انت كفرد داخل منظومه النادي الاهلي مش مهم انت هتكون فين، المهم هو النادي الاهلي اللي هيكون فين. دي نقطه مهمه جدا. استاذ خالد مرتجي النهارده، كابتن محمود الخطيب، اعضاء مجلس النادي الاهلي بالكامل موجودين، دور مهم جدا. استاذ خالد، مهندس خالد مرتجي امين صندوق، الاستاذ طارق انديل موجود، دكتور سعد شلبي، الاستاذ محمد الجرحي، الدكتور محمد شاوي، دكتور محمد الغزاوي، اعضاء، الاستاذ محمد الضماطي اللي قام يا البادره، يعني برضو عايزين ننوه للدور اللي قام بيه الاستاذ محمد الضماطي كواحد من اللي كان صاحب المبادره في هذا الامر، زي ما اشاد الاستاذ وليد حسونه. تقدر تقول ان شركه فاليوم انت كمان عشان تقدر تحصل على قرض خارجي ممكن من خلال البنوك بيتجاوز مثلا ممكن شهر او شهر ونص، الامور دي كلها هتتم لاعضاء النادي الاهلي وهتتم للراغبين في النادي الاهلي في فتره زمنيه هتتجاوز ال 20، يعني مش هتتجاوز ال 20 دقيقه. انا موجود معاك زميلي احمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، والحقيقه يمكن شركه فاليو معروفه واعتقد بقت من الشركات الكبيره في السوق المصري، وشركتها ونجاحها في انها تكون شريك استراتيجي للنادي الاهلي هيخدم مصالح كل الراغبين او كل الناس عندها رغبه في انها تتمتع بعضويه النادي الاهلي بتسهيلات كبيره جدا في الاجراءات وبسهوله كبيره جدا في عمليه السداد للقيمه النقديه يعني لاشتراك النادي الاهلي. واعتقد ان اسره النادي الاهلي مستعده الحقيقه بعد الطفره الكبيره اللي حصلت على مستوى الفروع في استقبال اعضاء جدد. بشكر فاروق صلاح واروح سريعا لفاروق عصام. كنت بسالك عن تشكيله الاهلي، هل تتوقع ان مستر موسيماني يلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقه اللي ختم بيها مشاركته في كاس العالم للانديه قدام الهلال، ولا تتوقع انه افريقيا شيء مشوار ليه حسابات مختلفه؟ لا، يمكن هتكون نفس التشكيل بس مش هتكون نفس طريقه اللعب. زي ما اتكلمنا ان انت ملعب صعب هيبقى الاجواء متوتره في البدايه، فانت مش محتاج تضغط ضغط عالي زي ما كنت ضد الهلال. فهو اعتقد ان هو ممكن يرجع تاني ل 3 4 3، ما يلعبش، ما يحطش حمدي فتحي في وسط الملعب ويلعب ب 4 3 3. فالتشكيله هتكون هي، لكن حمدي فتحي هيرجع ما بين قلبين الدفاع، وان شاء الله نطمن على علي معلول بكره في المران الاخير ان شاء الله. يبقى بسيطه موجود ان شاء الله، بصفه اكاديميه بسيطه ان شاء الله طبعا، لان وجود علي معلول مهم جدا في مباراه زي دي. الحقيقه يعني بقى لنا فتره ما شفناش معلول بالحاله دي والتركيز ده والمستوى ده. وجوده تكتيكيا مهم جدا بسبب نقطه تكتيكيه بيعتمد عليها مستر موسيماني، ان هو بيحط علي معلول قدام بشكل كبير في التلت الثالث، وده بيساعد احمد عبد القادر او محمد مجدي قفشه اللي بيبقى موجود كجناح في الجانب الايسر، ان هو بيضم لعمق الملعب وبيلعب وبيقدر يصنع لعب. فده كان مهم جدا، وجود علي معلول في المركز ده مهم جدا لانه بيساعد اللعيب اللي قدامه. لا ده احنا كسبنا في بطوله كاس العالم غير البرونزيه، كسبنا دويتو وعبد القادر وعلولو، ده انا مراهن عليه جدا السيزون ده. لازم يبقى موجود احمد عبد القادر من البدايه خلاص، يعني اعتقد ان هو حجز مكانه، لعيب بيمتاز بالقدرات الفرديه اللي كانت غايبه عن تشكيله النادي الاهلي من فتره طويله، اللعيب اللي يقدر يعدي من واحد واثنين. يمكن عمل لقطه في المباراه بتاع الهلال شبيهه شويه بلقطه كيليان امبابي في الهدف الاخير، عدى من اثنين لعيبه بشكل مهاري جدا. فاللعيب دايما اللي بيقدم لك الحل الفردي ده مهم جدا في اي تشكيل. دي اللقطه اللي جاب بيها الهدف، اللي جاب بيها الهدف بالظبط، عملها في ثانيه عند الكورنر كمان. ما هي لما تشوفها من المدرجات متعه بصراحه، احمد عبد القادر بيقدم متعه، وجماهير النادي الاهلي بتحب اللعيبه دايما اللي بتقدم المتعه. سريعا جدا دكتور وليد، احمد عبد القادر فرض نفسه على تشكيله منتخب مصر في ماتشين السنغال. انا كنت لسه اقول يعني الحقا بكلام فاروق، هو دلوقتي اعتقد بيقدم نفسه بشكل رائع جدا كلاعب منتخب، لاعب عنده كل امكانيات اللاعب الدولي، بيعرف يلعب في اكتر من مكان، وده مهم لاي مدرب، وخصوصا كارلوس كيروش بيلعب كجناح شمال بشكل رائع، بيلعب رقم 10 بلاي ميكر بشكل رائع، وايضا بيلعب شادو سترايكر كمان بشكل مميز، الفينش بتاعه مميز على المرمى، ادواره التكتيكيه بيأديها بشكل كبير. هو بس لو على المدى البعيد بقى محتاج يطور حاجه، محتاج يشتغل كمان على الجوانب البدنيه عشان يبقى حاجه مختلفه في الكره المصريه، اعتقد مستقبل واعد ليه. مشوار موفق ان شاء الله للنادي الاهلي في بطوله تشامبيونز ليج اللي احتمال تكون في اخر نسخه ليها بشكلها الحالي، ومن الوارد جدا الموسم اللي جاي يكون فيه شكل جديد، ده اللي هنعرفه في السادسة مع ضيوفنا طبعا. بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة وبرحب بضيوفي طبعا دكتور وليد الحديدي وفاروق عصام محللي الكرة العالمية اللي بنستمتع بيهم دايما كل يوم أربع. بس خلوني تسمحوا لي استقبل المكالمة من كابتن صلاح أدم المدير الفني السابق لنادي الهلال، نتكلم معاه عن مواجهة الأشقاء طبعا الأهلي والهلال السوداني بعد بكرة. كابتن صلاح مساء الخير وسعداء إن احنا بنسمع صوتك. مساء الخير استاذ احمد سمير، ومساء الخير على الضيوف بالاستديو. اهلا وسهلا، اشرف سعاد، اتشرف بالحديث لقناتك. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. خليني وحضرتك يمكن كنت متولي مسؤوليه المدير الفني لنادي الهلال في المواجهه الاخيره اللي جمعت بين الفريقين، لازم اسالك عن رايك
في مواجهة يوم الجمعة. الأهلي بيبدأ مشواره في بطولة دوري الأبطال أمام الهلال السوداني في ملعبه وبين جماهيره، في الوقت اللي الهلال يمكن ده يكون تاني لقاء ليه، لقاء طبعا هيكون ليه حسابات خاصة وخصوصا بعد خسارته لمباراته الأولى أمام ماماليدي سان داونز. إزاي شايف المواجهة وإزاي شايف فرص الفرقتين؟ والله في نقول بداية هي مباراة أشقاء في منظور الاجتماعي ومباراة في منظور التنافس، مباراة ستقوم مواجهة شرسة جدا، عنصر التحدي موجود فيها بكثرة. الهلال يعني بعد غيبة طويلة جدا يعود لمعانقة جماهيره في استاده، يعني بعد ان سمح الكاف ب 15,000 متفرج للتواجد في المباراة، وده ممكن يشكل دفعة قوية جدا للهلال. فريق الهلال كثير مباراته الاولى من صن داونز وبمظهر كان طيب كثير جدا جدا، يعني واضح جدا في تطور كبير جدا في مستوى الهلال، ولكن يبقى الاهلي هو الاهلي، يعني فريق كبير فريق محترم صاحب خبرات كبيره جدا جدا في التعامل مع كل المباريات يعني في الداخل والخارج، وبالتالي نتوقع ان شاء الله ان المباراه تكون مباراه قويه وممتعه. على عكس الهلال اللي يمكن الموسم بتاعه ما ابتداش بشكل فعلي، الاهلي بدا الموسم بدري، لعب مباريات في الدوري المصري، لعب مباريات في كاس الرابطه، ولعب كمان في مشاركات قويه جدا في بطوله كاس العالم. هل تتوقع انه الفوارق من ناحيه المشاركه وبدايه الموسم يكون ليها تاثيرها على 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 سير المباراه وعلى نتيجه اللقاء؟ في تقطيع شديد في الصوت لو سمحت اجيب السؤال مره ثانيه. طيب انا بسالك بقول لك انه الهلال الموسم بتاعه فعليا ما ابتداش، الاهلي الموسم بتاعه بدا بدري وخاض عدد كبير جدا مباريات في مسابقات محليه وفي بطوله كاس العالم للانديه، هل تتوقع انه ده يكون ليه تاثير على المباراه ونتيجه اللقاء؟ لا اكيد اكيد هيكون له تاثيره، ودي مشكله كبيره في كره القدم السودانيه، وبدا الاتحاد الان الاتحاد الجديد في انه يحاول يعني يعيد الدوري السوداني للمنظومه العالميه بحيث انه ما تكون اي حتى الان لم يلعب اي مباراه تنافسيه على المستوى المحلي. تشكيله الهلال في المباراه دي يا كابتن صلاح، التشكيله المتوقعه تلعب قدام النادي الاهلي تختلف كتير عن التشكيله اللي كنت حضرتك بتتولى مسؤوليتها واللي قابلت الاهلي في دوري الابطال؟ اكيد حصلت تغييرات، حصلت تغييرات كبيره جدا في فرقه الهلال على المستوى المحلي وعلى المستوى اللاعبين الاجانب. في متغيرات كثيره جدا في فرقه الهلال، ويكاد يكون يعني من التشكيله اللي قلتها انا يكاد يكون في لاعب او لاعبين على الاكثر يعني. مين الاقرب للتاهل عن المجموعه دي من وجهه نظرك؟ الاهلي والهلال والمريخ وسان داونز؟ اشوف يعني على الورق قبل ما تبدا المباريات المؤشرات كلها كانت تشير الاهلي وصن داونز باعتبار المستويات السابقه يعني، لكن في الواقع انا شاهدت صن داونز في مباراه امام الهلال، صن داونز جدا بسلبيه كبيره جدا، يعني انخفض مستواه كثير جدا، وكان يمكن للهلال ان يخرج على اقل تقدير بالتعادل. الهلال والمريخ مباريات طبعا انت عارفها كويس جدا، ديربي سوداني لا تستطيع انك تتهم بنتائجه. اداء المباراه اللي خاصه بالمريخ خارج السودان ممكن ايضا يؤثر على الشكل بتاع المباراه. الاهلي الفريق الكبير، نقول كده على الورق انه الاهلي سياخذ البطاقه الاولى ويتنافس الباقون على البطاقه الاخرى. كل التوفيق لاشقاء في السودان، بشكرك شكرا جزيلا كابتن صلاح ادم طبعا المدير الفني السابق لنادي الهلال السوداني. اقفل البطولات الافريقيه بالكلام اللي قلته لحضراتكم قبل الفاصل، اخر نسخه للشامبيونز ليج الافريكان شامبيونز ليج بمفهومها او بشكلها اتعودنا عليه، ومن المتوقع انه من بدايه من السيزون الجاي دكتور وليد تبقى حاجه سوبر ليج بقى. تكلمنا عن التفاصيل بس سريعا عشان عايز ادخل كمان على اوروبا. طبعا هو نظام مختلف تماما، انس في حمامك القديم يعني زي ما بنقول. الاتحاد الافريقي بالشراكه مع الاتحاد الدولي قرروا ان البطوله الجديده تكون بنظام مختلف، ان هم يقسموا القاره الافريقيه لثلاث مناطق، منطقه الشمال ومنطقه الغرب والوسط ومنطقه الشرق والجنوب، كل منطقه من المناطق دي هياخدوا اعلى ثمان انديه فيها وفقا لتصنيفهم الافريقي خلال اخر خمس سنوات، وكل كل ثمان انديه في منطقه بيلعبوا مع بعض دوري من دورين، بمعنى هيكون في 14 مباراه في دور المجموعات، ثم يصعد خمس انديه من كل مجموعه من المجموعات الثلاثه يكونوا 15 نادي ويضاف لهم احسن فريق صاحب المركز السادس،
علشان يعملوا دور 16 بقى بنظام النوك اوت بقرعه لحد المباراه النهائيه. الجوائز الماليه هتبقى كبيره، بعض التقديرات بتشير الى 10 مليون دولار للبطل، والبعض التقديرات الاخرى بتتكلم وبتوصل ل 20 مليون دولار. المشاركه اول ما تبدا تشارك هتاخد حوالي 2 مليون دولار في البدايه. الجوائز الماليه عاليه جدا، الغاء دوري الابطال، الغاء الكونفدراليه، هيكون في بطوله الكاف، هتكون البطوله الثانيه الفرق اللي هتهبط، طبعا الثاني في التصنيف الثمان انديه الثانيه هي اللي هتلعب في بطوله الكاف اللي هي اشبه بالكونفدراليه، وهيبقى في صعود وهبوط لاخر ناديين واول ناديين في البطوله الثانيه. البطوله هيكون فيها احتكاك قوي جدا، لكن طبعا لكل حاجه مميزات وعيوب. انا شايف ان فيها ظلم شويه لانديه الشمال اللي هي الاعلى فنيا في افريقيا، لان هتدي لهم نفس حظوظ وفرص انديه الوسط وانديه الجنوب، لكن طبعا على مستوى الجوائز الماليه مؤكد هي هتكون فيها فايده لكل الانديه. ده كلام نهائي. كلام نهائي لحد دلوقتي نهائي. واعتقد الموضوع خلاص. طيب نخش بقى على اوروبا، وفي هذا الموسم التاريخي اعلن لحضراتكم بكل سرور انتهاء عصر ودوله ليو ميسي وكريستيانو رونالدو. الاثنين الحقيقه حالهم يصعب على الكافر، يعني زي ما بيقولوا الاثنين بيعانوا معاناه شديده جدا، واخرهم ميسي طبعا. المتفق يا فاروق ولا الضحكه دي معناها انه لسه في شويه؟ لا ده ده يعني شايل الاسلحه لا، كان في دايما مقارنه كده بتتقال امتى ميسي هيخلص وامتى رونالدو هيخلص. في الفتره اللي كان فيها رونالدو 34 سنه في عمر ميسي، وتحديدا في الفتره دي من الشهر اللي احنا فيه ده، وهو عنده 34 سنه كان بيجيب هاتريك في اتلتيكو مدريد وبيعمل ريمونتادا مع اليوفي وبيأهلهم على حساب اتلتيكو مدريد بعد الخساره بفارق هدفين في مباراه الذهاب. فرونالدو في سن ميسي، حتى رونالدو حاليا في 37 سنه اللي بيتفرج عليه مع مانشستر يونايتد، يمكن مش هو كريستيانو رونالدو الهداف، بيضيع فرص كتيره سهله، ما ده ما كانش بيضيعها في الاول، لكن حاليا كريستيانو رونالدو بيقاتل على كل كوره، بيدافع وبيكون اول لاعب في منظومه الضغط بتاعه مانشستر يونايتد. بنشوف الدقيقه 90 امبارح ضد في مباراه الدوري، كان في الدقيقة 90 بيعمل سبرنت مع برونو فرنانديز، وده ساعده يسجل هدف الثاني في مرمى برايتون، وقدر هو يسجل هدف الاول وهو في وسط ست لعيبه في نفس الدقيقه اللي كان ميسي بيضيع فيها ضربه جزاء، في الدقيقه 60 اللي كان ميسي بيضيع فيها ضربه جزاء ضد كورتوا. يمكن ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، هو مع برشلونه بقاله فتره اللاعب اللي بيتمشى في الملعب، خلاص لياقته البدنيه اتأثرت كتير جدا، وليونيل ميسي الحالي هو عبء على اي فريق في الصفوه على مستوى العالم. يمكن موريسيو بوتشيتينو لو كده قعدت صفوه مع نفسه او مع حد من المقربين ليه، يقول لك انا ما كنتش اتمنى اتعاقد مع ليونيل ميسي لانه بيدمر منظومه الضغط العالي في اي فريق. بيب جوارديولا دايما اشاداته بليونيل ميسي كانت معروفه في كل تصريحاته، لكن ليه بيب جوارديولا ما ضمش ليونيل ميسي في مانشستر سيتي مع ان ليونيل ميسي كان متاح قدامه، وهو محتاج لاعب يقدر لاعب هجومي في فريقه، وهو حتى خرج قال انا ما كنتش اعرف ان ليونيل ميسي متاح في سوق الانتقالات. طبعا تصريح كوميدي جدا، لكن هو جوارديولا عارف كويس ان ميسي حاليا يدمر اي منظومه ضغط عالي ممكن تبقى موجوده. شفنا ده في مباراه امبارح، شفنا ليونيل ميسي بيتمشى في الملعب، ما بيضغطش في الحاله الدفاعيه، وفي الحاله الهجوميه ما بيتحركش بدون كوره. لو تابعنا المباراه نلاقي ليونيل ميسي بيطلب الكوره في الرجل، ما بيتحركش بدون كوره. وعلى فرقه فيها السكواد ده والنجوم ممكن يبقى تاثيره السلبي جوه اوضه اللبس اكتر من الايجابي كمان. طبعا يعني استغربنا في لقطه ضغط على النجوم اللي هو خارج المنظومه. اعتقد ليونيل ميسي خارج المنظومه، لان حتى الهدف جاي في الدقيقه 93، كل لعيبه باريس سان جيرمان ما صدقتش نفسها وجريت على كيليان امبابي. ميسي ما عملش اي رياكشن، كانت غريبه جدا، وحتى جماهير باريس سان جيرمان في اللحظه دي كان بيعض اصابع الندم. طبعا صحيفه إيه اليوم اللي انا خدت فيه القرار ان انا اسيب بارسا واجي هنا، كان صحيفه ليكيب ودي من اكبر صحف فرنسا قدرت تخرج وتدي ليونيل ميسي تقييم 3/10 في المباراه، رغم ان ناس كتير قالت ان ليونيل ميسي قدم مباراه جيده، لكن صحيفه ليكيب مع صحف فرنسا دايما بتهاجم ليونيل ميسي. عندي شك ان دكتور وليد هيوافق على الكلام ده، بس خلينا نشوف المديرين الاثنين مديرين الفنيين بعد المباراه، انشيلوتي وبوتشيتينو قالوا ايه على اللقاء اللي بيحضر لمواجهه برضه هتكون ناريه في سانتياغو برنابيو. نسمع ونشوف قالوا ايه بعد اللقاء بي اس جي وريال مدريد، ونرجع لحضراتكم. أنا سعيد جدا، كان أداء الفريق جيدا من الناحية الفردية والجماعية، أنا سعيد جدا لأجلهم، بذل اللاعبون جهدا كبيرا ويستحقون الإشادة على أدائهم وعلى النتيجة التي ربما لم تكن بحجم أدائهم، لكنها تمنحنا أملا عندما نذهب إلى مدريد، فنحن ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، إلا أن هذه الطريقة التي يجب علينا اتباعها.
يستحق ريال مدريد كل الاحترام، فهو فريق عظيم يضم لاعبين عظيمين. أنا واثق بأننا سنلعب مباراة مختلفة في مدريد. أنا متفائل بأننا سنذهب إلى مدريد ونتقدم بعد ذلك إلى الدور التالي، لكنني أتفهم أن علينا تقديم أداء مماثل لأدائنا الليلة، ليس بوسعنا التقهقر، بل يجب أن تكون هذه نقطة البداية حتى نواصل النمو. أعرف أنني عندما ذهبت إلى فريق توتنهام احتجت لعاماً ونصف حتى أنجح في تنفيذ أفكاري وخططي والطريقة التي يجب أن نلعب بها. أنا سعيد جداً بأدائنا الليلة. نعم، لقد تحدثت مع الحكم لأنه أعطانا بطاقتين كان خطأ. لمس ميندي الكرة فقط وليس أكثر من ذلك بكثير. فيما يتعلق بمبابي، نعم لا يمكن إيقافه، حاولنا السيطرة عليه ودفعنا بلاعبين اثنين لمتابعته، حيث قام ميليتاو بعمل جيد، لكنه لاعب يمكنه دائما ابتكار شيء ما، وهذا ما فعله في الدقيقة الأخيرة من المباراة. أنا متفائل قبل مباراة الإياب. بالطبع لعب باريس سان جيرمان بشكل أفضل في المباراة الأولى، لكن يجب أن نكون أفضل في المباراة الثانية لأننا نلعب على أرضنا. لحسن الحظ لا داعي للقلق بشأن قاعدة الأهداف التي تسجل خارج ملعبك، لذا فإن هذا سيساعدنا. أنا متفائل، باريس سان جيرمان لديه ميزة قليلة، ولكن آمل ألا يكون ذلك كافيا عندما نلعب في برنابيو. والجدير بالذكر من كلام كارلو أنشيلوتي أن القاعدة اللي بقالها أكثر من نص قرن تقريبا المتعلقة بمعدل احتساب الأهداف في مباراة الذهاب والعودة لغاها الاتحاد الأوروبي، يعني كان وما زالت مستمرة عندنا أعتقد في أفريقيا وفي بقية دول العالم، لكن الاتحاد الأوروبي قرر أنه يلغيها من مسابقاته. بمعنى أنه لو ماتش امبارح مثلا خلص 1-0 في باريس ورحنا للمباراة الثانية الريال كسب 2-1، على النظام القديم كان باريس يتأهل لأنه الهدف اللي هيحرزه في سانتياغو برنابيو يحسب بهدفين. دلوقتي القاعدة دي اتلغت، وبالتالي أعتقد ده هيزود شوية من هيغير من حتى شكل التكتيك وشكل تعامل المدربين مع المباريات الكبيرة. انك انت تخطف هدف بره ملعبك والكلام ده ما بقاش بقى ليه وزن. يمكن النقطة دي كان فيها غير عدل، برضه عايز أبرز النقطة دي، إن في حالة التعادل بيتلعب نص ساعة أو اكسترا تايم أو وقت إضافي في ملعب الفرقة صاحبة ماتش العودة، ده غير عادل. أعتقد ضربات الجزاء في نظام الذهاب والإياب هو أنسب حل، لأن أنت مش ذنبك حاجة أنت تلعب نص ساعة زيادة وخصوصا في الأدوار اللي جاية، لأن أنت ممكن متصدر يقابل المتصدر. أيوه. فأنا القرعة هي اللي حطتني في المباراة الثانية تبقى في ملعبه، فأنا مش يعني بتيجي على حقه شوية أنت تلعب نص ساعة زيادة. السيتي هيخلص السنة دي، أنت لا تقول لي بره ولا تقول لي جوه ولا تقول لي إيه دول كل سنة. يلا نشوف بقى مع حضراتكم نجم اللقطة امبارح، نجم اليوم كله امبارح كيليان امبابي، هو العريس الحقيقة بالهدف اللي أحرزه وأنقذ بيه سكواد بي إس جي. أرقام كيليان امبابي طبعا اللي هز النهارده صحافة أوروبا كلها بتتكلم عليه. لعب ممتع وكان العين عليه امبارح، وظروف المباراة بيلعب ريال مدريد اللي هو نادي الحلم بالنسبة له والمفاوضات وقصة، فكان كله مركز مع امبابي. لعب طبعا ال 90 دقيقة كلهم، أحرز الهدف القاتل الهدف الوحيد، عمل أربع محاولات على المرمى، راوغ أربع مرات من ست محاولات، مرر 46 تمريرة بنسبة دقة بلغت 87%، في الالتحامات كان متواجد 6 من 9، خسر الكرة 13 مرة وصنع فرصة وحيدة. طيب نروح لماركو فيراتي، واحد من أفضل لعيبة، يعني أنا بشوفه الأفضل بصراحة، مش قادر أشوف مين ممكن يدخل ينافس فيراتي في الحتة دي. حسام غالي بتاع بي إس جي، واد بصراحة يعني حكاية، ونشوف كده أرقام ماركو فيراتي مع فاروق. هو لاعب بطولة، ماركو فيراتي وجوده في الملعب بيديك بطولة بصراحة. لعب ال 90 دقيقة، تمريراته كانت 102 تمريرة بنسبة دقة 92، وطبعا ده رقم عالي جدا. قدر يصنع بست فرص للتسجيل، مراوغاته الناجحه كانت 3 مراوغات بنسبه نجاح 100%، ما فشلش في ولا مراوغه، 8 التحامات سليمه من 13، رغم ان هو لعيب قصر قامه شويه وبنيته الجسمانيه صغيره، لكن لعيب قوي عنده الجرينتا الايطاليه. خسر الكره 16 مره، لكن هو في وسط ملعب باريس سان جيرمان هو لاعب مهم جدا طبعا، ولازم باريس سان جيرمان يتعاقد مع شريك ليه في وسط الملعب، واعتقد ان بول بوجبا هو انسب شريك ليه في الصيف الجاي بعد مغادره مانشستر يونايتد بالمجان. والدور اللي بيقوم فيه بي فيراتي في بي اس جي برده بيقوم بيه منتخب ايطاليا، يعني طبعاً جزء كبير حقيقه من قوه ايطاليا الضربه ماركو فيراتي. طيب نروح بس حسام غالي احرف شويه، نروح لبنزيما، كريم بنزيما. والغريبه والعجيبه الحقيقه ان الريال ما ظهرش باي انياب هجوميه في مباراه امبارح، يعني رغم انا طبعا انا مش ملكي، انا مش ريال، بس يعني انا شايف انه الناس اللي مع الريال دايما طالعه السما بنزيما وموسم بنزيما وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور،
بس امبارح ريال لم يحضر لملعب بارك دي برانس. طيب نروح لارقام كريم بنزيما. هي طبعا معبره عن ارقام ريال مدريد، يعني ارقام كريم بنزيما اللي هيشوفها يبقى عارف الريال كان عامل ازاي في المباراه امبارح. لعب 87 دقيقه وصوب، ما صوبش ولا مره على المرمى، ولا ريال مدريد كله صوب على المرمى امبارح. وريال مدريد ما راحش اساسا، ما راحش على خالص. يعني زون ديفنس. كان تصدق انا مش فاكر هو اللي كان واقف نافاس ولا ولا حد خد باله. لا يعني مراوغه واحده ناجحه طبعا. 32 تمريره فقط بنسبه دقه 78% وخسر الكره 8 مرات، اعتقد الثمان مرات الكره وصلتهم ممكن 9 مرات خسرهم. تمام. طيب نشوف الاحصائيات. وسؤالي اللي جاي للضيوف بعد ما فاروق يستعرض احصائيات المباراه، هل تتوقع نفس السيناريو في مباراه العوده في ريال في مدريد في البرنابيو، ولا المباراه دي ليها حسابات مختلفه وليها سيناريو ثاني؟ خلينا نسمع بس احصائيات الماتش مع فاروق. طبعا التفوق لباريس سان جيرمان في كل المستويات 57%، الاستحواذ كان لباريس سان جيرمان، معدل التمريرات الصحيحه كان باريس سان جيرمان 91% مقابل 85% لريال مدريد، تصويب على المرمى 21 تصويبه منهم 8 على المرمى، ريال مدريد بثلاث تصويبات بس ما فيش ولا تصويب على المرمى، وده يمكن خلانا ما نعرفش هل دونا روما ما اختبرش تماما في المباراه. المراوغات طبعا باريس سان جيرمان كان اكثر المراوغات بالنسبه له 20 مراوغه منهم 10 صحيحه بنسبه 50%. انقاذ الحراس ده رقم كبير جدا 8 لكورتوا مقابل مدريد تفوق في حاجه منها طبعا ضربه الجزاء كورتوا كان نجم المباراه طبعا. حتى هو خرج حتى انفعل شويه في انا بشوف نمره 2 بعد نوير على فكره، هيشوف كورتوا من اعظم حراس المرمى في العالم دلوقتي. هو حاليا ما اعتقدش ان هو في حد يقدر يقارن ما بين كورتوا حاليا، هو رقم واحد. خساره الكورات 115 لريال مدريد، طبعا نسبه عاليه جدا لفريق زي ريال مدريد كان ما بيخسرش الكره بسهوله، خصوصا لعيبه الوسط الميدان. باريس سان جيرمان 108 خسرت الكره. صحيح. شايفين سريعا بقى عشان اقفل ريال وبي اس جي، ماتش العوده النتيجه اتحسمت والاداء اللي قدمه بي اس جي يقول ان هو الاقرب للتذكره، ولا في البرنابيو كل شيء وارد؟ بالنتيجه اتحسمت مؤكد، لا ريال مدريد هيبقى هزر بوجه هجومي اكيد في مباراه العوده، لكن الحظوظ تبقى في صالح باريس سان جيرمان اكتر، لانه من الانديه الستايل اللي بقى بيخليها تلعب خارج الارض حتى افضل من داخل الارض، مع الفراغات اللي هتكون موجوده، سرعات كيليان امبابي ممكن جدا تاثر كمان على الريال في البرنابيو. تالق امبابي امبارح في مواجهه الريال وفي وجود ميسي ونيمار رغم مشاركته لجزء من الوقت، ياكد او يخلي مسؤولي الريال يتمسكوا اكتر بان هم يخلصوا في مبابي. انا طبعًا. بس قبل ما فاروق يجاوب وبمناسبه مباراه العوده، يعني فمباراه العوده هيتالق فيها ميسي يا فاروق، لان انت عارف لا بقاله كتير ده من 2011 هو صحته ما بتجيش الا في اسبانيا. صحته ما بتجيش الا في اسبانيا. لا لو قلنا كده ان مبابي، انا بصراحه صعبان عليا ان لعيب زي ده يروح بالمجان، يعني انا كنت منتظر الرقم اللي ممكن يدفع في لاعب زي كيليان مبابي، لكن للاسف هو عقده بينتهي مع باريس سان جيرمان، ولو راح ريال مدريد هيروح بالمجان. اقول لكم تسريبه كده واسمع رايكم فيها. في كلام جوه البي اس جي دلوقتي ان هم هيمشوا ميسي عشان يحافظوا على امبابي. هم هيمشوا اي حد ويحافظوا على كيليان امبابي، لان احنا شفنا المباراه اخطر لعيب في البي اس جي، وحتى لو استبعدنا كيليان امبابي مين يقدر في البي اس جي امبارح يسجل اهداف؟ دي ماريا بعيد، ميسي بعيد، فلازم يحافظوا. معلومات هو انا المعلومات الاكيده مش الاكيده اللي بتتكلم عنها صحافه فرنسا تحديدا امبارح قبل المباراه، ان ناصر الخليفي وصل الى ما يشبه اتفاق ضمني مع كيليان امبابي لتمديد تعاقد، بس هل تمديد التعاقد ده هيبقى علشان يتباع لريال مدريد بفلوس وما يروحش فري، ولا علشان يكمل؟ امبارح بيمدح فيه في الصحافه بيقول عنده احترافيه، كل الكلام امبارح انه فعلا قد تكون هناك مفاجاه ومبابي يكمل مع البي اس جي. ولو استمر ده يهدد وجود ميسي؟ ما اعتقدش، اصل هي لو بتتكلم ماليا باريس سان جيرمان ما عندوش مشكله، بس انا عندي قناعه واعتقد هتحصل ان ميسي هيرجع برشلونه. هيرجع برشلونه. الكلام على كريستيانو رونالدو كمان، وانه فرصته بالتواجد او بالبقاء والاستمرار مع المان يونايتد مهدده، وانه في احتمالات انه يرحل، وفي كلام على انديه اسماء انديه زي روما صح؟ روما بايرن ميونخ روما بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. اعتقد باريس سان جيرمان اعتقد صعب جدا ان رونالدو يمشي، هو الموضوع كله متوقف على المدرب الجديد لمانشستر يونايتد والمشروع القادم للنادي. لو كريستيانو رونالدو ضمن مشروع ناجح لمانشستر يونايتد، هو عايز يلعب تشامبيونز ليج. لا مانشستر يونايتد هيتواجد في الشامبيونز ليج، هو احتل المركز الرابع، احتل المركز الرابع امبارح بالفوز على برايتون، وهيكمل يعني ياخد مركز ثالث. يا لعنه اليكس فيرجسون بصراحه. طبعا في مشاكل اداريه كتير في النادي مانشستر يونايتد، محتاج لعب كل الالعاب، محتاج انس في الاداره القديمه. طيب عشان وقتنا نتكلم على دي مواجهه بالنسبه لنا احنا هنا جماهيريه، مصر النهارده كلها عينيها على الانتر ليفربول، صلاح ورفاقه في مواجهه كتيبه الانتر. شايفين المباراة، وخصوصا ان الانتر الى حد ما مستواه تراجع في الكالتشو في الفترة الأخيرة،
شايفين الماتش ازاي ابتدي مع فاروق؟ يمكن الانتر سمح لميلان ان هو يتصدر والنتائج تراجعت، لكن اعتقد في دوري الابطال الطموح هيختلف تماما. الفريق هيرجع تاني لمستواه المعهود، هيتعب ليفربول جدا خصوصا في السان سيرو، الملعب اللي هيبقى صعب، الاجواء. يمكن ليفربول كان محظوظ ان هو خد الاجواء دي في دور المجموعات لما واجه ميلان وقدر يكسب في السان سيرو، قدم مباراه جيده، فالاجواء مش هتكون جديده على لعيبه ليفربول. يمكن الانتر شويه مع سيموني انزاجي بيلعب كوره هجوميه، خطورته الاكبر في الكرات الهوائيه من ايدن جيكو، شفنا اهداف مهمه جدا لايدن جيكو في الدوري الايطالي السنه دي بالكرات الراسيه اللي لازم دفاع ليفربول ياخد باله منها ويورجن كلوب. محمد صلاح طبعا هيواجه مباراه يمكن مش هتتاح لي فيها المساحات كبيره سواء ذهاب او اياب، لان معروف عن الفرق الايطاليه تضييق الملعب وتضييق المساحات، فنحتاج راجل كان مكسر الدنيا في ايطاليا هو ومع روما رايح يمين وشمال يعني الكلام ده مش جديد، وعنده مو صلاح يعني دلوقتي. لا هو قادر صلاح ان هو يقود ليفربول، خصوصا ان هو الدوافع عنده كبيره دلوقتي، لان هو قدر يقود منتخب مصر للمباراه النهائيه في في في, في كاس الامم الاخيره، والفرصه ذهبيه بالنسبه له السنه دي ان هو لو قدر يحقق مركز كويس مع ليفربول وقدر ينافس حتى يذهب بعيدا في الشامبيونز ليج، فرصته كبيره للكره الذهبيه، خصوصا ان ليفربول السنه دي في الدوري الانجليزي لو مانشستر سيتي تعثر مع ضد توتنهام يبقى فارق 3 نقط، فالمنافسه لسه في الملعب في الدوري. انا بحب ابو صلاح بس السنه دي السيتي جوه وبره جبار بصراحه، بريمير ليج والتشامبيونز ليج لو ما حصلتش بس مفاجآت. دكتور وليد ماتش النهارده سريع. طبعا ماتش مش سهل على ليفربول، انتر ميلان مع انزاجي بوجه مختلف، نفس 3-5-2 بس بتطبيق مختلف عن 3-5-2 كونتي. فاروق اتكلم عن نقطه مهمه جدا، فكره الكرات العاليه. انا قريت دراسه في يعني في ذا اتلتيك بيتكلموا انه انزاجي بيستغل الاربع او الخمس لعيبه اللي عنده فوق ال 189 سنتي زي ديفري وجيكو وسكرينيار، وازاي بيعمل التكتيك كله علشان يعمل عرضيات توصل لهم في منطقه الجزاء، فبالتالي الخطوره هنا. انتر ميلان لو فتح قدام ليفربول يبقى كده بيعمل مغامره غير محسوبه، لو قفل ولعب بنظام تكتيكي ونسي ان المباراه في جوزيبي ميتزا اعتقد هيصدر صعوبات كبيره ليفربول. لكن لو بتتكلم بشكل عام عوده صلاح لايطاليا طبعا مسار بقى الاعين والميديا كلها بتتابع، اعتقد ليفربول حظوظه اعلى ان شاء الله. صلاح لو تارو مارتينيز يمكن الموهبتين الاهم في الفرقتين النهارده، مواجهه مهمه جدا. وما تنسوش كمان انا متوقع يكون مباراه يعني رغم انه الكفتين مش قريبين قوي من بعض، بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج، هيكون برضو فرقه ريد بول سالزبورج عندها دايما كوره حلوه وعندها دايما شخصيه انها تلعب مع الكبار، فاتوقع كمان تكون مباراه ممتعه في ثانية. الفريق الأقرب للقب دوري الأبطال في ثانية واحدة دكتور وليد. لا هو الأقرب منطقيا لحد دلوقتي مانشستر سيتي، أحسن فريق بيلعب كورة في البطولة. أحترم موضوعيتك ومصداقيتك طبعا موضوعيتي يعني حبيتني أنت. بايرن ميونخ. ولو أن بيتر شمايكل توقع مانشستر يونايتد إمبارح بعد المباراة، مانشستر يونايتد هتاخد دوري الأبطال حتى ضحكوا عليه في الاستوديو، فأنا مش راضي أقول عشان ما تضحكوش عليا. نورتونا وشرفتونا في السادسة، نسعد بيكم دايما دكتور وليد حديدي وفاروق عصام. شكرا على وجودكم معانا النهاردة، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا، وعلى كل خير بإذن الله نتقابل هنا في نفس المكان السادسة على شاشة الأهلي يوم السبت، نحتفل إن شاء الله بنجاح أول خطوة للأهلي في مباراته مع الهلال السوداني الشقيق. تحياتي لحضراتكم وأشوفكم على كل خير.